مرحبا بكم معكم زينة من المجوهرات فاتين. اليوم كنقترح عليكم هاد لاشين بوندونتيف اللي غادي نحاول نوريها لكم عن قرب كيف دايره. فكيف كتشوفوا معايا لاشين اللي مقترحه عليكم اليوم شي حاجه خفيفه وبخاتيك يمكن السيده تلبسها ديما. الديزاين ديالها داير على هذا الشكل، فهي دايره وفيها هاد الحجرات اللي هما في جنيبات بيضين وبيان سيرتي. وكيف كيبان لكم من الداخل فيها دوك التشبيكات وهاد الوريدات وهاد لي بيتي بيغ اللي في الغوز وفي الخضر وفي البلو. ولاشين اللي هي نيلو الصح والعمل. ولو بوندونتيف ديالنا هاد ديزاين ديالو كيفاش كيجي داير ها كيفاش داير من اللور باردون على هاد الشكل هذا، شي حاجه براتيك وحلوه. ودابا غادي نوريكم لاشين ديالنا كيفاش كتجي في اللبسه. دونك ها لاشين ديالنا كيفاش كتجي في اللبسه، شي حاجه حليوه وخفيفه براتيك وديال هاد الوقيته. دونك نتمنى تكون عجبتكم لاشين اللي اقترحت عليكم. وبالنسبه للطول، فهاد الطول اللي دايره انا هو 39 سنتيمات خطاي ستوندر، كاين اللي طويله عليها 45 زايده غير 50 درهم. كنتمنى تكون هاد لاشين بوندونتيف اللي اقترحت عليكم اليوم نالت الاعجاب ديالكم. وما تنساوش بجو تخيفاتين دايبي حتى لعندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو. وما تنساوش ديروا جيم لا باج ديالنا سور فيسبوك. و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.